لا 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 ما احتاجش ما احتاجش نو نو ما احتاجش قلت لك صافي ما احتاجش حتى غادي يطيح لا ما غادي يطيحش اخليك. السلام عليكم. سلام 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 نتمنىكم تكونوا قيلتوا على خير وبخير. سلام من كندا من مونريال 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 نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. ما تنساوش هادشي مايتكم كنبغيكم كنموت فيكم نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. المهم بزاف سقسوني علاش ما عملتيش اللايف اليوم لانه كنت مشغوله المهم مع السلعه مع طلبات الناس مع في اوروبا كنشوف الخدامه شنو كيعملوا. نتوما راكم عارف الخميس يعني شنو اخر الاسبوع خصهم يخليوا لي كلشي واتك باش يسيفطوا لي هنا على الامريكان وعلى كندا. اذا هذا هو الشغل وصافي ما كنت حتى شي مطرح شي حاجه سبيسيال غيان دو سبيسيال سوف دو ترافاي. الوغ لا هنا جيت عندكم بالنسبه غدا غنمشي غدا ان شاء الله عندي كيبيك. اللي بغى يجي يشوفني في كيبيك عند الاخت احسان عندنا جاردان غادي نكونوا نهار السبت 11 دو ماتان ان شاء الله نقدروا نجلسوا نعملوا فطور مثلا كاسكروت ولا شي حاجه تقدروا تجيو عندي ما كاين حتى شي مشكل. اللي بغى يجي عندي في كيبيك ان شاء الله غادي يكتب لي في الواتساب 0034 602 06 6006. الوغ لا كوم سا لو سامدي ان شاء الله سي ان جور فيغيي بور تو الموند ان بو بري نقدروا نسو رونكونتري كو عندنا لو رونكونتري ان شاء الله في الدار ديال احسان ان شاء الله. سليمة الطويل my sister I'm here in Canada please don't say to me that you are Canada. You are سليمة كندا. سليمة please الرقم التليفون ديالي I want to see you. الله يخليك ما تقوليش انا باغي نجي نشوفك نشرب معك قهوة. سليمة الطويل الغزالة tu me manques trop tu sais ça yes wow سليمة please please I'm begging you كتب الرقم ديالي 0034 602 06 6006. في تورونتو غنمشيو لتورونتو ولا ما غنمشيوش لتورونتو وي بوتيتر اون فاي الي مي جو فو تو فواغ سليمة. خصي انا هنا في كندا في مونريال غنكون في كيبيك وان شاء الله غادي نمشيو لتورونتو لان غادي نمشيو لامريكان نمشيو لتورونتو نجي نشوف سليمة. سليمة كتب لي كازاوية ديالي كتب لي كتب لي الميساج جو فو تيكوتي اوجوردي ان شاء الله. حاولي تكتبي لي قلتي ثلاثه د الحوايج حفله زوينه سيده بيضاء ما عرفتش كتبوا لي داكشي ما عرفتش والله ما عرفت. سليمه الطويل الغزال جي تري كونتونت كنت كنفتش عليك في الفيسبوك والله دخلت الماسنجر كنفتش كنتي عندي في الرقم القديمه سليمه وما بقاش عندي الرقم. سليمه راه من المتابعين ديالي السيزون من الاوائل هضرنا شخصيا كنشوفها شخصيا انسانه طيبه جوج وليده طلع عمرها دار انسانه ما شاء الله على الكازاويه ديالنا جوج طنبغاس سينا راك عارف راك في القلب. انا كنقول لك ماي نمبر ها مش نعاود لك النمبر اعمل 0034 يو كان رايت تيست رايت نوا سليمه اعمل 0034 602 06 006. بحال والو غادي نعمل رقم اخر كنديان ولكن ما نقدرش نعطي دراجلي دابا لان في الاخر غادي نمشي ومن غادي نسافر غيبقى المكالمات يدخلوا له داكشي والرقم ديالو ديك الساعه غادي هذا راجلي نخليها ابار. اعمل لي غير الواتساب 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 اي كان وين اي سي يور واتساب يو سيت تو مي سليمان انا عيطت لك من نمبر يعني كنديان النمبر ان شاء الله. عندي النهار نعم حنا في كندا عندنا النهار عاد 8 دابا 28 دقيقة 8 دقائق 20 دقيقة 25. سليمة الطويل قالت لي great I have it 0034 602 06 6006 0034 602 06 6006. ربي شي جبرت كتابعني سليمه باقا كتابعني العزيزه عارفه سليمه كتسمعي في قضايا العرب شحال هي والاخت ليلى اللي ماتت مسكينه الجزائريه هادو من الاوائل اللي بناو معايا وكانت عندهم الثقه فيا الكامله وزعما الصراحه سندوني مشات المغرب كتعيط لي دائما شجعتني سليمه دائما كانت من ورائي
اش باش نقول لك سليمه ما نكذبش عليك، واخا نكون فانكوفر نجي لعندك، نجي على اساس انني نشرب معك قهوه نسلم عليك نقول المغاربه انا مع سليمه الطويل، ها انا في كندا جيت شفتها ونبوسك ونمشي بحالي. راك عزيزه للاسف. لو كانت بقى رحمها الله الاخت ليلى في شيكاغو فالجزائريه اللي ماتت توفات، لو كانت بقى في الحيط غنحاول نتصل بنتها، لان الا دخلنا ومشينا لشيكاغو غادي نمشي للمقبره باش نزور المقبره ديالو اكيد، على الاقل ما شفتهاش حيه ما كانش يعني اللقاء نقدرو، ولكن الا كانت بنتها كاينه وتقدر تدلني على المقبره ديالها فغنمشي نزورها من في المقبره ان شاء الله يا رب العالمين. سليمه يو هاف ات يو كان تست فور مي ذا مسج رايت ناو ام ويتين فور يو، يلا ليتس جو ليتس سي يو اي دونت هاف ات اي جاست ويت فور يو اي ما كنتسناك، يلا اكتب لي. يا الاخت ليلى الله يرحمها ويوسع عليها، يا هما الناس كيعرفوها كانوا معايا حتى هما اقدمون كاملين غيكونوا كيعرفوها الاخت ليلى. باش نقول لكم هذيك الانسانه يعني خلت لي واحد يعني لحد ليومنا هذا انا باقا كنتكلم عليها، الله يرحمها ويوسع عليها الله يغطيها بالرحمه ديالي. انسانه من كانت كنعيط ديك الصباح والعشاء كتقول لي حنان ما ديهاش فيهم، زين على طريق الحق كتقول لي انتينا انسانه الله سبحانه وتعالى بغاك، كتقول لي وغادي توصل واحد النهار حنان قد العالم غادي يعرفك، هي راهي في دار الحق وانا واقف في دار الدنيا، كتقول لي صدقني راه غادي يوصل واحد النهار حنان العالم رجالا ونساء، قالت لي وهانتنا غادي تشوف، وفعلا وصلت لكلامها الله يرحمها ويوسع عليها. وي جاتون فوتخ، انا بقى انا كنشوف 00346626006006 سليمه يلاه. تحية للناس ديال كندا، تحية للناس ديال تورونتو. حنا دابا باش نمشيو لمونريال للسونتر فيل، غنمشيو لو فيو بور. وي عرفت، لأن كنا مشينا وما وصلناش ووليداتي طلبوني خصهم يمشيو فغادي نمشيو إن شاء الله، كنت غنستناو نديو آدم ولكن آدم خدام آخر سان أونزوغ ياك 23 ألوغ سي تخو بور نو عاد باش نرجعو غادي نمشيو. هو سبحان الله ولد كندا راه غيكون عارف ولكن ما كرهتش يكونوا كاملين بينا أحسن، ولكن للأسف وان مومنت اوكي ويت فور يا سليمه الله يرحمها، بغيتكم ترحموا عليها كاملين الله يجازيكم بخير على الاخت ليلى الله يرحمها ويوسع عليها. نعم سنه طيبه كانت بزاف 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 بزاف. حنان لاباس رشيده، انا لاباس حبيبه شكرا يا غزاله وتواسع والدنيا ما حتاش نقول لكم المرح والنشاط ها هو شط. شو استاديو اولمبيك استاديو اولمبيك يوسف 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 باش نقدر نشوف فين تقعد فوق فوق كي تاكل فوق ساسا تشوف كل موريا كامله نقدر نشوف واحد نقدر نشوف C'est la France qui l'a construit. La Canada Zella. Waouh, oui. Elle est trop bien. Je suis sûr qu'elle est dans ma taille. Elle 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 est dans ma taille. سليمة نو؟ كنا
السنين جاوبهم عرفتوا كندا غادي يجاوبكم الاخوه كامل غادي يجاوبكم كلشي غادي يجاوب اللي بغى يشوفني في كيبيك ان شاء الله غادي يكون نهار السبت المهم انا غنكون غدا ولكن غدا النوم السبت ان شاء الله في 11 الصباح نقدر ديك الساعه نعطيكم كونتاكت وتجيو عندي غيكونوا عندنا المنتوجات غتشوفوا الابداعات غتشوفوا هذا وتقدروا تجيو غتشوفني ما كاين حتى مشكل مرحبا بكم عملوا اتاي عملوا هذا انا غادي نشكر هاد النعناع في الحق مليكة على زيت النعناع والسلمية جيبها معاك انا غنجيب اتاي كما شينا اتاي الحب ديالنا مرحبا بك في السعودية ماشي ان شاء الله في راس العام العمرة قولي انت واش في جدة ولا بدا دقوا لي على الناس السعودية يفتحوا لي البيبان عاود يعطوني واللي دقت عليه انا دابا الباب اللي جبرا ندق فيها صافي انا دابا منكم وفيكم انا في ما مشيت انا ما غنقرف في الموظف ديالي وانا دايره والتليفون ديالي وانا اختي مليكة اختي رابعة اختي سليمة وانا ماشى صافي والعام طويل ايه والله يرحم بها الوالدين نجي للسعودية علاش ما نجيش انا ماشى انا اصلا ما نجي ان شاء الله كي قلت لك كي كنعملوا العمرة ان شاء الله لا عندي ما نعمل العمرة ان شاء الله يا ربي لا بغى الله سبحانه وتعالى قالت لي فاطمه قالت لي تبارك الله ملي كتكوني حدا عباس كيتزاد لك جمال على جمال قال لي هو ايه ايوا فاطي عباس قال لك يس شكرا قال لك شكرا عباس انا باقي كنسماك سليمه ديالي والو صاحبتي ما كتبتي هنا والو حنان الغزاله الزينه الله يخليكم حياكم الله ام عبد النور قالت لي اي تكست يو توداي يس باي بات ام عبد النور فكتكتب لي فكتكست لي الحبيبه عمل لي في الواتساب ماشي انا ما كنجاوب لا في ميسنجر ما نقدرش عليا الدنيا حتى لهنا ام عبد المنصور تراي تو رايت فور مي ان ذا الواتساب الله يعطيك الصحه الرقم ديالي الواتساب على صفحه 0034 602 06 6006 This is my my business number and the number for all the questions that you have that you can make in the WhatsApp. But in the Facebook, for example, Messenger, Instagram, TikTok, all this I can't answer because there is right now I have two girls that they are on holiday and free time they have. So me alone I can't answer all the question and all the message. حاول تخلي لي الميساج ديالك في الرقم هذا اللي كنعطيك الله يعطيك السر وانا غادي نجاوب اون ذا واتساب واش من رقم انا ما جاوبتكش عاود صيفط لي ميساج قلت لك الاخت من الميريكان كتبت لي ميساج وما جاوبتهاش ودابا هنايا عندي شي 300 ميساج مكتوب خلغا هاد العشيه 300 ميساج كو جو دوا ريبوندر لا بليبار دو كندا مي لي ترو دو لي دو لوروب من فرنسا من بلجيكا حتى هما غادي نجاوبكم غادي نجاوبكم I spoke to you many of time the same number but عاود كتب لي واحد الميساج دابا ام منصور try again to write for me right now and the message please that I can see because a lot of people they are you know, I didn't get you right now you know what I mean so try to write for me right now please and they check it then I can answer you نعم الله يخليكم لبعضكم يا رب يا رب يخلي لي مولداري يا رب يحفظ لي مولداري يا رب يا رب وليداتنا وليدات المسلمين كاملين يا رب الله يحفظ ولاد الارض كاملين اللي فوق الارض اللي عندي شي حاجه الله يحفظها لي يا رب حنان كتسلم عليك ما عرفتش بارك الله فيكم شكرا اللي سلم عليا راني سلمت عليك عرفتي شنو ما بقاش انا نطول عيني هنايا بلاتي وحبايبي بلاتي كان اوكي الحال يوسف، regarde، يوسف، look،
واو واندرفل. هذه امريكا تسلي بحال الولايات المتحده عامله هادشي هادشي. واو انبهار. اها قالك عندنا حنايا في طراغون عينا نقزوا فيه وحسنتي وكاينين الحب عندنا حنايا عرفتي ولا. طلعت بواحد عرفتي شحال كتخلص 80 دولارو سنتا 53 دولارو الوليد عرفتي. خرجت لي تقريبا 1000 دولارو بين غضحك والماكله ما حتىش نقول لك. انا عملت الله يفهم الناس شافوا معايا الفاتوره شافوا الفضيحه الفضيحه. ما عرفتش شي كغالي عندكم هنايا ثم عندكم الرخاء عندكم الرخاء ياك وهادشي مزيان عندكم هنا في كندا وانا كاسه في اسبانيا. شوف هذه المناظر باش نشوف. طنجة طنجة ديالنا مرحبا بكم والف مرحبا تحية طنجة العالية الله ينصركم. شكرا كلك حلوة شكرا السي محمد الله ينصرك. واو سليمة My lover, I love you so much. Hello. Wow, Salima. No, no. I'm going to call you right now, Salima. Please, 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 please. No, ما كتهرش انت. لا لا تحرك صافي غنخليك. انت ما كتسوق ما تبقاش في هاد الدوار. خليني نشوف سليمة. يا رب. سليمة بليز انصرني ما غنوريكش في اللايف انا غا معايا. دابا غن عندي. واو سليمة يو ستيل بيوتيفول از ذا سيم. كيف انتينا كل شيء مزيان. واو ربي يحفظك. انا اي ام هير ان كندا ان مونريال الحمد لله. ذا تريب واز وندرفول اي ميس يو سو ماتش. ربي يخليك. كيف انتينا مدر كل شيء لاباس شعر قفلي بيد يا سليمة. ربي يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يا سليمة. كاين شي مغرب ولا والو هاد العام يا سليمة؟ اختي مشيت المهم كان شوية عيانة دوزني كراجل. اها اها انت هو دكتور في الجامعة. يا هاي هاو ار يو سير؟ هاو ار يو دوين؟ فاين ثانك يو. A long time that I didn't see Salima. Right now I'm in Canada. I will try if I can come to Toronto even one day or a half day to see her. I will try inshallah. How are you doing? Everything is okay? Thank you. Thank you. Nice to meet you. I wish for you the best. Thank you. Love you. Bye bye. ربي يخليك سليمة. فرحت بزاف ملي الكونتاكت ديالك عندي دابا. أنا I will call you سليمة ديالي. I will call you when I finish live إن شاء الله. And we can get. واو واو قالت لي أجي مرحبا بك على تورونتو. غنقبط غنقبط الطريق لتورونتو. والله يا الناس كندا أبدا نبات أبدا نبات مع خما. كنقول لهم أبدا نبات. كتزغرت سليمة ديالي. I will call you later إن شاء الله. شكا زوين ترحيب من كندا الله يحفظك يا سليمة. مرحبا الله يحفظك الله يسرك. We talk later إن شاء الله يا سليمة. We talk later. Okay. ها هو اسحاق اسحاق شوف خالته سليمة قول له هاي. ها هو هاي يوسف. يا شي اسحاق قول له سيو باي باي خالته باي. ربي يحفظك اسهل. يا وين اي فينيش لايف اي ويل كول يو. يا باي باي هاف اكسلنت داي سليمة الله يحفظك. ثانك يو سو ماتش باي باي. واو لا صافي انا ما شاشي من هنا زيد تورونتو بقى نزيد من فانكوفر وغادي نزيد البرتا ما كاين غا الدوره تدعم اسيدي راه بالراح. الله ينصر سيدنا محمد السادس قولوا امين وحنان الدور ما كاين غا الدوره ما قعداش انا من هنا. انا نخرج من كندا انا حمقى. لا الحبايب اللي بغى يمشي من هنا يمشي. انا داخله هيا جات باقي الاصدقاء ديالي. عرفتوا شنو عندي انا هنا الناس الامريكان عرفتي انا ما مشاش الحب. عاود شد راسك
بالدمبت حقا يحب اني ما قساش هنا انا عنده قال لي دوري بعد بخبر مرحبا بك في كندا منورة بك سلمى محمد ربي يخليكم شكرا بالنسبة عاجل لي معايا من كندا يعلق لي راية كندا في الدغابو دي كندا كنديان دغاب يلا يلا دغابو دي كندا الله يعطيكم السر زيدوا زيدوا الغزلة زيدوا 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 نهار كبير هذا نهار ما نقولكمش هذا النهار سليمة بالنسبة لي عطتني مفاجأة صراحة ليس ما يمكنش اللسان يعجز عن التعبير لأن هي من الأوائل كيف فتحت الصفحة الأولية بدات معايا سليمة دخلتني عندي واتصلت بيا بالتليفون القديم كانت كتعيط لي تلف لي الكونتاكت ديالها ولكن كتبقى تظهر سليمة واليوم سبحان الله والله كنت كنفتش عليها في الميسنجر وجات انا اللي كنطلبو من الله كيجيبو لي حمدتك يا سيدي ربي وشكرتك الحمد لله على النعمه اللي عطيتيني عطيتيني حب الناس اللهم اني احمدك واشكرك عليها يا رب العالمين الله على تحف شنو هذا الحب ديالي شنو هذا الشيء الانجليز شنو هذا هذا ان شاء الله هتكون عندي شي بالله ان شاء الله يا رب وسمعوا يا اخواتي شي بالله من داك الشيء الرفاع شي كبير ومتسعي ان شاء الله بيسينا ويجون عندي الحبيب هالناس كندا شوفوا الناس كندا طالعين شوفوا شوفوا كندا كندا الراية كندا طالعة كتشيار هكاوا هكاوا فيف كندا زيدوا 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 ما توقفوش شو هذا من جنب نطو نشوفوا هاد الشيء نشوف شنو هو هاد الشيء شوف شنو هو بغيت نشوفو صغير ما عرفوا قيلا كتبت له بس يمسح من بلوكي وصل يدول تشلوا لي انا في التليفون سيد العسى وقال الله يرضى عليك عندكم جوج الليل ولا ثلاثة الليل في المغرب وقاس مقابل مينا سيد العسى بسالة على النبي ما شاء الله الصوت على النبي على الناس ما شاء الله الناس ديال كندا ها هما قال لكم حنا من كندا يا الله سليمه الغزاله ربي يحفظك المهم الاخوات اللي جاوا من طرف هدى انا غادي نجاوبهم ان شاء الله وغادي ندخل في التليفون وداكشي غا ما تقلقوا ان شاء الله يعطيكم السر راه كلشي غادي نحاول نجاوب الناس كاملين غير وكان عطوني واحد جوج الوقت غنرجع ان شاء الله ندار واخا طاغ ان شاء الله جو في سي دو فو ريبوندغ لو بلو تو بوسيبل ان شاء الله خلي غير لابورت بو كو جو بو اوفر لابورت سيل تو بلي زينب حتى هي من كندا سليمة الطويل waiting for your call yes yes I will finish I will call you as soon as possible سليمة اختي don't even worry راك اختي وراك عزيزه عقلتي نهار اللي مشيتي في كازا وسمعتي شي واحد كيقول زلق مشيتي عنده سقسيتيه قديم هادشي يا سليمه عاقله did you remember yes حتى من سلمى الغزاله بارك الله فيك ربي يحفظكم ناس مكناس غاليين غاليين ناس مكناس عندي صديقات كثير صراحه خصوصا في الولايات المتحده الامريكيه الله عمرها دار حتى هما ما مقصرينش دابا غتزول لي هذاك صافي الشارج غيمشي لي ما بقاليش الشارج انا اصلا خلي 4% المهم حبايبي من بعد غادي نعمل لكم فيديو غادي نخلي لكم فيديو لان ما عنديش الصرف غادي كنقول الصرف ما عنديش الشارج فهاد التليفون واتساب كتصل عندي ما شاء الله ما شاء الله غادي نحاول نصوركم في غير شويه عليه بالطونوبيل بحال هرسوا الله يرضى عليكم التليفونات كلشي عندكم اذا باش ما نعطلكمش غادي نخليكم في هذه الساعه الله يجازيكم المهم الا جات الطونوبير فغادي نقدر نسجل لكم لان هانتوما كتشوفوا الا ما جاتش الطونوبير فما نقدرش نسجل لكم كنشكركم بزاف 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 تحيه عطيره
غنتلاقاو ساعة إن شاء الله. فقط كنحاول نشارك معكم هذه اللحظات هذه الجميلة بالنسبة لي أنا، فرحانة حيت كنشوف أشياء جديدة وداك الشيء. المهم غادي نوقفوا هنا لأن كاين واحد بحال معرض بحال موزيوم ديك البناء القديم، غنشوفوا شنو هذا الشيء لأنه عارف أنا كيعجبني هذا الشيء، غادي نوقفوا باش نشوفوا ومن بعد غادي نزيد. سليمة دونت إيفن وري، أنا غادي نكمل إن شاء الله، وعدتك أي بروميس يو دار أم جوين تو كول يو وين أي فينيش إن شاء الله. نضربوا الباب، يلا حبايبي نتلاقاو من بعد، شكرا. انت الله في راسي وفي عباس وفي وليداتي وفي وليدات بطبيعة الحال، شكرا لكم على النصائح، شكرا، بارك الله فيكم. سي بون؟ سي بون. كاين شي فلاش ياسر. سي بون خدام مزيان؟ كاين شي فلاش. المهم غادي نمشيو لفيو بور، حنا ماشيين وصلنا وغادي نصوركم دابا باش تشوفوا. المهم الشوارع يعني واسعه، ها انتما كتشوفوا مونسكور ماركت، جو كافيو بور كان فيو موريال. اها La Noria, ¿a dónde está? جمال ليس بعده جمال صراحة، كل شيء مزيون عندهم. هذا غودو كومون غودو لا كومون كومون نكلي ريستوران فوق ان شاء الله. Bueno, el الدنيا غزالة. واو واو يوسف إسحاق صور وشوفوا الدنيا، يوسف صور صيفو. ها إسحاق إسحاق صور إسحاق. واش الفلاش بوينت ماما؟ ماشي مشكل حسن باش يشوفو مزيان ولا على واش ما يشوفوش مزيان. هادو بالسلامة فين ماشيين؟ تقزيبو على هاد Thank you.
عاد نمشويات بس نحب وليدات باش ما يتلفوا عليا كادر على التليفون خاف عليهم إذن حنا دابا الآن فيو بور داخلين فيو بور معروف هنا في مونريال ما يمكنش التوريست يجيو ما يجوش مونريال فيو بور يعني حتى في الانترنت تو غادي يدعملو فحنا في قلب مونريال هانتوما كتشوفو قراوها فيو بور دو مونريال تلاحظتو إذن منين غادي نمشيو يلا سبعوني ماما برغنوما سنتراو غادي ندخلو برغنوما سنتراو غادي ندخلو غادي ندخلو انا قلت لك الحب بغيت فحال هادي شنو بحال هادي من الموسيقى ودور شوف واش شوف بعدا واش شنو كانت كاين دي سبيكتاكل تما كشوف تما كيما خينا شنو شوف جاب لك الموسيقى شو كاين ديال السيرك دو سولي السيرك دايام السيرك كيدخلوا بالفلوس بلاتي شحال كيخلص هاني قلت لك انا بغيت هادي شنو لوكاسيون ويلا نجوزو من تما قدام الناس ويلا نمشيو من هنا بنايات شاهقة عندهم ناطحة السحاب بحال شغل الميريكان كاين واحد الغيستورون كنشوفو من هنا الناس في الفوق ديالو كيتعشاو كيفو لأنه لا أنا ما عرفتش وراكش أنا كان خلطة واو ولا تنساو ولا تنساو ولا تنساو لأن غادي نشوفو البوغ نتوما عارفيني أنا من العشاق ديال لي بوغ فيما كنمشي في أي مكان فأنا كنبحث على هذا المكان هذا مكان جميل غادي نهبطو ليتس جو ايزاك كيس كيس باس اوكي هلا اون فايالي اون ديسون با اون با غادي نمشيو نشوفو لان هادشي بحال شغل ماري ماغنوم ولكن كبير عليه بزاف صراحه ما عنده حتى شي علاقه بماري ماغنوم ماري ماغنوم كيبقى بحال فحال نص الربيع ديالو ولا شي حاجه بحال هكذا نقدر نقول لان هادشي كبير بزاف كنشوف انا من هنا كنظن ما غنقدروش نزيدو نهبطو صافي سي ديجا لي فيرمي لي فيرمي بونجور فيرمي مالوروزمون مالوروزمون باسكو جي فولي بيان فير دي فوتو مي دومان اوتر جور وي اوتر جور اوكي با دو بروبليم ميرسي بوكو سي بون إذن هانتوما كتشوفوا معايا لاحظوا لو سا لي تي لا روج سا لي دي مانيت اوكي سي دي فير سا لي دي ميم بوتر لا فيم فير اوكي سوبر بيان يعني مالوروزمون il est déjà fermé à 9h le monsieur m'a dit que sont en train de fermer alors نقتضيو بهذا الكم هذا ونهار اخر ان شاء الله نجيو نهبطو حتى لتحت دابا الناس اللي كتشوفهم تحت هما اللي عندهم البراكوس ديالهم باش يدخلوا فيهم يعني عندهم الحق يهبطوا ويرجعوا عندهم السيكوريتاد لا سيكوريتي باش يجوزوا هانتوما كتشوفوا والله الا ارتحت ملي جيت لهاد الفيو بور زعما الصراحه ملي كنشوف الماء كان سبحان الله يعني هانتوما كتشوفوا هانتوما كتشوفو سي جولي واو سي جي
génial. المهم تحيت ما نقدرش نهبطوا كثار لان صافي شدوا شدوا جيت اوكي بلا كيرات يرسلوا نو نو جيت اجي يوم نو نيتشن يسر الا ما خرجش شمس من وحده انا من تتصور؟ ها؟ Mon Dieu. Oui, pour ça, ça lui revient. Ça se fait découvrir. Et moi, j'aime. نحاول نصوركم بقدر المستطاع لان في الحقيقه انا ماشي مزينه في التصوير. سمحوا لي الا كنت كنصور داك الشيء ماشي هو هذاك، ولكن كنحاول نخليكم تفرجوا معايا شنو كنشوف. تشوفوا حتى نتوما هذا الشيء اللي كاين. المهم من كندا هانتوما كتشوفوا المدينه الجميله مونريال صراحه، يعني ما عندنا ما نقولوا فيها. توسع والرحمة الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم 9 ساعة عندهم لأن المساحة وما عندهم شاسعة تطلع على 100. ما حتىش نقول لكم لي هايتي ها لي زافريكا، عرفتوا كيف عايشين هنا ولا؟ قسما بالله الأفارقة عايشين هنايا وكأنهم يعني ما حتىش نقول لكم. Quand on leur contrôle AI le contrôle, je pense que c'est du marketing. Ouais, mais. هذا هو الفيو بور ديالهم. حنا من بعد غنفتحوا على ريستورون باش نجلسوا. غادي نوريكم فيو بور من هنايا باش تشوفوا. كما قلت لكم انا. Qué susto que me ha dado. Vuélvela, si quieres. ¿A ti o no? Ya está, ya te puedes quitar. A ver, a ver, a ver. Pero tienes flash, de flash, flash, flash. ¿Quieres ponerte una foto para mí? أنا غادي نتخاف من الماء ونسيت عليه. ماما وين؟ كنت لو ياخذ انا خطة بلعيني. Vuelve, mamá. ¿Está? 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 Ya está. ¿Sí? 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 ¿Sí?
Pero espérate, yo también quiero una foto solo. Wow, Isa. Dime que siempre me dices tú. Sí, pero te ha cortado mucho, es porque a mí me gusta. Pero la última vez. Sí, me he cortado más pito. ¿Qué? مش في برشلونة هذيك الفور برشلونة هذيك عندهم سينما عندهم أشياء دنيا غزالة عندهم هنايا بيانفينيو سانت دو سيونس دو Bienvenue au Centre des sciences de Montréal. Welcome to the Montreal Science Center. هنا باش تشوفوا هذا مكان جميل في الحقيقة. انتم كتشوفوا كبير عندهم هادشي Sí, está aquí también. Sí, blanca. Son inclusives. هادوم سون دي موليكول هنا فين كنا كنعملوا الشيمي اورغانيك دائما كانوا كيعطونا هيدا الكربون كيعطونا الاكسجين كنعدلوا في حال هذا دون سون دي موليكول اكزاكتومون في اللي قرا الكيمياء فهو عارف هاد صحيح عقبيهم راجلي قال لي سون دي موليكول جزيئات ها هنا شعبتي انا افتخر بالكيمياء في الحقيقه إسحاق استاس كنساعدو وين سامبري راه vamos a cenar ماما اكيد vamos a cenar العزيز المهم كان هنا كاين اسلس انتما كتشوفوا ما كاينش الضو ما غادي نبان لكمش اسمحوا لي
غادي نمشي وما عرفتش انا هادشي. واو كيبان والو ما كيبانش اصلا الله يستر. يعني ما كاينش الضو كاين اسلس واخا حتى يجي الضو. المهم انا مش على خاطري كنخلف انا راحتي واحد الهواء بارد مبرد يا غالا عندهم حدا. انا غادي نصوركم عاود هذه هي كندا مونريال لو بور فيو بور. اي ثينك ذاتس ذا بيست سيتي اتس فيري وندرفول سيتي يو هاف ميني ثينك ذات يو كان سي اوفر هير نوت لايك ان يوروب يو نو سو وي كان سي اتس فيري لارج بيجر يعني راه ما تخلف ورا مدعوم. الواحد يجي غير يتامل في هذه الجلسه هذه. كاين اسحاق ما تخلوش اسحاق اللور الله يرضى عليكم. هاش تشوفوا هنايا الماء هنا ما كتسمعوا صد الماء. Yeah, I can go. Thank you so much. يلا جولي مع راسكم منظر رائع. انا بعدا ملي كنشوف الماء فرحه. يوسف ما كاينش الفلاش عندي في هذا اسلس. ها يوسف ما كاينش الضو مره ما كيبانش الضو كنبانش التصويره ديالي كتبان غير لهذا ما عرفتش علاش ما كنبانش. لاحظتي؟ لا لا استر استر نفسي كزو الفلاش تفرين فيه عايش ما فيك وتسكي الله يسر يا ربي السلامة. صافي خلي لي هاد خلي لي هاد الأضواء شي حاجه تسكت فيها التليفون ديال ولدي هذا. ايوا انا دابا نشوف على الله
Ah, شاطر. أنا بعرف أنت شيء من تقرأه. آه. قلب لي قلب لي يوسف الله يبارك لك عندي كاميرا. شاطر الله يبارك. فيستا. صح. تبى قلب صدى وحيد غير شو بارلي باش نقدر نقرا بار. وما نتوما كتشوفوا مرايا الخاصة ديال الماء. وين فيو فوق تقريبا يعني نكملوه طويل جا بزاف. هذه الحديقة هذه فيها الناس جالسين. المهم كل واحد اش كيعمل طبيعة الحال. نعيد في الأضواء في الحقيقة. عندك بعطر وطح. هذا البينو. هذا الشجر البلوط. شجر البلوط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بقات يدي نسمة البلوط. وانا مو شم يدي يا جمال وراء جمال. لان كما كتشوفوا خصني غنشوف فيه ماشي. انا بغيت نصوركم غير الماء اللي تخليني ندوز من ديك الجهه انا يوسف. نصوركم غير الماء تشوفوا لان انا كنعطيك شي حاجه سميتها الماء يعني صراحه. ما شاء الله مش غنقول لكم. كندا انا بهرتني وسحرتني بالجمال ديالها. موريال سحرتني بالجمال ديالها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاجه واحده اخرى عجبتني في كندا لاحظناها يعني لي سيرفيس اللي كيعملون داك الناس باش كي اللي ما يبقاوش ينعسوا في الزنقه. يعني عاملين لهم داك لي سوندغ وفين يمشيو كيعطيوهم فيو بوغ. هذا لا بابا تقدر تمشي يلا بس استناوه. هانتوما كتشوفو فوالا كمان. اها شوفوا هذيك البنيان اللي عندهم تما كلها بنيان شاهقة عندهم الآن يعلو في البنيان بحال الولايات المتحدة الأمريكية. ملي كتمشيو كتشوفو ديك ناطحة السحاب وديك البنيان العالية حتى هنايا. إذن ها حنايا لو دغابو دو كندا. ما عارف كتشوفوه ما عارف لا نقرب باش تشوفوه. المهم واقيلا غادي نقلب باش تشوفوه. ها هو لو دغابو دو كندا فوايي. شفت على البر شوية. اها سبحان الله. هنا عندهم كخوازيغ واقيلا ملي كيخرجوا لي باتو ياك. بحال شغل برشلونة تقريبا نفس البلان. سبحان الله. ولكن هذا البوغ عندكم كبير. يا ما شاء الله. باقي شي حاجه غتشاف؟ كاين بزاف ما يتشاف. قال لي كاين بزاف ما يتشاف. انا يدي عيالي. المهم حبيبي باش ما نطولش عليكم ما نكونش عليكم ثقيله. انا الا جبرت شي حاجه اخرى عاود مزيانه باش ما نبقاش نصوركم. دابا تقريبا البنيان وهذا عادينا واحد جوج د المعلومات. غنخليكم باش نتعشاو. خلي لي الضو بركي ما كنبان ما والو. سلس عليا التليفون د ولدي ما عارفش. اها باش نقدر نبان. كتبان ما عرفتكم عندكم كنبان انا ما عرفتش علاش. لا دابا خصنا ناكلو في الحقيقة لأن إسحاق شاهد جوع. غنخليكم إن شاء الله ومن بعد إلا كانت شي حاجة مهمة همني الأمر فأنا غادي نسجل لكم عاود ونعاود نسجل لكم. أوكي تحية الناس اللي كيتابعونا من جميع أنحاء العالم. نقول لكم كرو بيزو لتو الموند. نرجعو إن شاء الله في دقيقة ولا من بعد نص ساعة ولا حتى غدا على حسب كيما بان لي كيما بانت لي القضية شي حاجة مهمة فيها غادي نشوفوها. المهم هذا سكة الترن هانتوما كتشوفوا هنايا. كيجيبوا الميركانسيات وداكشي داكشي كبير عندهم ما شاء الله. يسحق فين هو معنا؟ اذا يا هاد الجهه وندوي عليه. اوكي اوكي. المهم ظهرنا داكشي بالحمار وداكشي ديك البنايه هذيك راه هي في حميه. وانت الحب ديالي هذه بلادك انت خصك دوري لي منين نزيد ومنين نرجع فهمتوني. دابا هنا كيجيو لي ريستورون كيجيو هذا فما حتى شي
المهم الناس كامله كتعرف لي ريستوران داكشي ولكن مزيونه في الحقيقه كامله خضراء يعني عندهم بزاف د الاشجار. حنا عندنا في اوروبا الشجر ديال النخل ما شفتوش هنايا سبحان الله. هما عندهم بزاف البينو عندهم هذا النوع ديال الشجر هذا كنظن الزيتون ولا ما عرفتش بعد غادي نشوف لان ما عنديش نظر فوق راس لاحظت ولكن عندهم البينو بزاف هما ما عندهمش النخل عندهم ماسيطاس ديال الورد بجميع الانواع ديال الورد محطوطه في الشوارع حتى واحد ما كيحاديها باركين بور ديغاري لي فواتور كاين مواطع ماشي بحال اوروبا. انا بروكسل تعذبت في الحقيقه علاش هاد المره قلت صافي ما غندي معايا بوطونوبير خصوصا داخل في بروكسل صعيب باش تبار الباركين حتى بارسيلونا ملي كتدخل للسونتر ديال بارسيلون ما كاينش الباركين هنا سبحان الله الباركين جبرو تواسع د الله عندهم انتم ما كتشوفون كاين غزاله عندهم لان باش نقول لكم استودعكم في امان الله دمتم في رعايته والى اللقاء معكم حنان من كندا تشاو 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 ونسيت شو دابا باش نقطع دابا انا غادي نقطع وليدي السلام عليكم.